بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مثل ما وعدناكم في الحلقة الماضية أو في الحلقة السابقة فيما يتعلق بميدان الضوء، كنا قد تكلمنا عن التركيب الجمعي والتركيب الطرحي للأضواء، وتطرقنا منه إلى المورد الأول أو الوضعية الأولى المتمثلة في نموذج التركيب الجمعي للأضواء. في هذه الحلقة سنتكلم عن الوضعية الثانية المتمثلة في نموذج التركيب الطرحي للأضواء. إذن ففي هذه الوضعية لدينا تقريبا موردا واحدا ذو أجزاء أو فروع انطلقنا فيه مباشرة مع مسمى أو مع عنوان أجرب وألاحظ. إذن لدينا هذه المحاكاة متمثلة في مصباح مثلنا عليه الألوان الثلاثة الأساسية للضوء، بمعنى أن هذا المصباح هو مصباح عادي مثله مثل ضوء الشمس، فإنه يعطي لنا ضوء أبيض. هذا الضوء الأبيض مثلنا مركباته الأساسية، ألا وهي الأحمر الأخضر الأزرق. إذن لنشغل هذا المحاكاة ونلاحظ. إذن سنعترض الضوء الأبيض بمرشحة زرقاء، مرشحة زجاجية ذات لون أزرق، يعني لون أساسي. ماذا لاحظنا؟ لاحظنا أن يعني نعيد من جديد. إذن قلنا المرشحة سمحت بمرور، يعني اخترقها أو نفذ منها فقط الضوء الذي يحمل لونه، الضوء الأزرق هو الذي مر واحتجزت الضوءان الآخران أو الضوءين الآخرين. ثم نستبدل بمرشحة خضراء، لاحظ كذلك هذه المرشحة تسمح بمرور لونها فقط. ثم نستعمل مرشحة ثالثة، لاحظ أننا استعملنا مرشحات ذات ألوان أساسية. إذن الحمراء كذلك تسمح بمرور لونها فقط وتحجب الضوء الأزرق والضوء الأخضر. إذن سنواصل مع المرشحات ذات اللون الثانوي. إذن هنا لاحظ كلما أضفنا مرشحة كلما نقص الضوء النافذ، يعني كل واحدة تحجب لونين وتسمح بمرور لونها. إذا استعملنا المرشحات الثلاثة معناه سوف لن ينفذ أي ضوء بعد المرشحة الثالثة. إذن سنواصل مع استعمال المرشحات الثانوية. إذن هذه مرشحة ذات لون سامي، نلاحظ أنها حجبت لونين، لون واحد فقط. لماذا؟ لاحظ كذلك هذه ستحجب لونين، لون واحد معذرة، اللون الأخضر الذي لا يدخل في تركيبها. نكرر، لاحظ المرشحة السماوية، لاحظ المرشحة السماوية، يعني المرشحة السماوية نفذ منها لونان أو لونين. لماذا؟ نفذ منها الأزرق والأخضر. إذا جمعنا الأزرق والأخضر تذكر أننا نحصل على اللون السماوي، واللون السماوي هو نفس لون هذه المرشحة، بمعنى هذه المرشحة ذات اللون الثانوي سمحت بمرور أو نفاذ لونها وحجبت لنا المركبة الضوئية التي لا تدخل في تكوينها. إذن المركبة الحمراء ليست من مكونات اللون السماوي، فبالتالي لا تسمح لهذا الضوء بالمرور. نواصل. إذن نستبدل هذه المرشحة بالمرشحة الثانية ذات لون ثانوي. إذن لاحظ هذه المرشحة ذات لون ثانوي أرجواني. ما هو الأرجواني؟ تذكر بأن اللون الأرجواني ما هو إلا امتزاج اللون الأزرق مع الأحمر، فبالتالي هذه المرشحة سمحت بمرور هذين اللونين الضوئيين الموجودين في تركيبها وهما الأزرق والأحمر، ولم تسمح بمرور المركبة الضوئية الخضراء. إذن نواصل مع المثال الثالث.
إذا نستعمل المركبة ذات اللون الأصفر. ذات اللون الأصفر، لاحظ ماذا فعلت المركبة ذات اللون الأصفر، سمحت بمرور الضوء الأخضر والأحمر. لماذا؟ المرشحة الصفراء أو اللون الأصفر هو ناتج عن امتزاج الأخضر والأحمر. إذن فالمرشحة ذات اللون الثانوي الأصفر سمحت بمرور لونها، يعني المركبتين الضوئيتين الموجودين في لونها، ولم تسمح بمرور المركبة الثالثة التي ليست في تركيبها، وهي المركبة الضوئية الزرقاء. إذن فلم تسمح لها بالمرور. إذن هذا بالنسبة لما يجرى. نضيف الآن المركبة الثانية، وسنضيف الثالثة ونعلق على المركبة الثلاث معا. لاحظ، إذا استعملنا المركبة ذات اللون السماوي فإنها تسمح بمرور مركبتين بالمرور، وهما الأزرق والأخضر، لأنهما يدخلان في تركيبها ولا تسمح بمرور الأحمر. نضيف خلفها مركبة ذات لون أرجواني. ذات اللون الأرجواني هي في الأصل أحمر وأزرق، امتزاج أحمر وأزرق، لكن المرشحة ذات اللون السماوي لم تسمح بمرور الأحمر فلا يصل إلى الأرجواني، إلى المرشحة ذات اللون الأرجواني، يسقط عليها فقط الضوء الأزرق والأخضر. الأخضر ليس من مركبات اللون الأرجواني فلا تسمح له بالمرور، بمعنى سينفذ فقط اللون الأزرق. يعني لو كان موجود شخص في هذا المكان فسوف يرى فقط الضوء الأزرق. إذن حينما أضفنا المرشحة الثالثة ذات اللون الأصفر، الأصفر من المفروض يسمح بمرور الأحمر والأخضر، لكن وصله فقط الأزرق، والأزرق ليس من تركيبه فلا يسمح له بالمرور. بمعنى الشخص الموجود خلف هذه المرشحات الثلاثة من هنا في الجهة اليمنى لن يرى أي ضوء لهذا المصباح، يعني يرى بقعة سوداء. إذن هذا الذي رأيناه في هذه المحاكاة سننمذجه في الجدول. إذن نموذج التركيب الطرحي لازلنا معه، أجرب وألاحظ، سنمر إلى الجدول. إذن لون الضوء المسلط مثل ما ذكرنا أبيض، لون المرشح الضوئي والضوء المشاهد على الشاشة. إذن سلطنا الضوء الأحمر فيشاهد على الشاشة ضوء أحمر، سلطنا ضوء أخضر فنشاهد على الشاشة ضوء أخضر، سلطنا ضوء أبيض على على مرشح أزرق فنشاهد بقعة ضوئية زرقاء على الشاشة. يعني خلاصة هذه التجربة أن كل مرشح بلون أساسي يسمح بنفاذ أو مرور المركبة الموجودة في لونه. يعني إذا سلطنا ضوء أبيض على مرشحة حمراء فإن الضوء الذي ينفذ هو الأحمر فقط. الآن لنرى مع المرشحات الثانوية مثل ما ذكرنا، إذا كان لون المرشح المستعمل أصفر وسلطنا عليه ضوء أبيض فإننا نرى على الشاشة ضوء أصفر. إذا سلطنا ضوء أبيض على مرشحة بلون أرجواني فإننا سنرى على الشاشة كذلك ضوء ذو لون أرجواني. سلطنا ضوء أبيض على مرشحة بلون سماوي فنلاحظ على الشاشة البيضاء بقعة ضوئية ذات لون سماوي. إذن هنا نتمم التجربة في نموذج التركيب الطرحي التي ذكرناه، لون المرشح الضوئي، الضوء المسلط والضوء المشاهد على الشاشة. هنا سنقوم بعملية وضع مرشحتين مع بعض. إذا الضوء المسلط هو الأبيض، وضعنا مرشحة صفراء ثم أضفنا إليها مرشحة ذات لون أرجواني، يعني طابقناهما على بعض كما رأينا في المحاكاة السابقة.
إذن ما هو الضوء الذي سينفذ إلى الشاشة؟ سينفذ الضوء الأحمر فقط. لماذا؟ لأن المرشحة الحمراء الصفراء ستسمح بمرور الأحمر والأخضر، ولما يصل الأحمر والأخضر إلى المرشحة الأرجوانية، الأخضر ليس من تركيبها فلا تسمح له بالمرور، فتسمح فقط للون الأحمر بالمرور. نرى الحالة الثانية، الأصفر مع السماوي. سنحصل على المركب على الشاشة. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ حزمة ضوئية خضراء أو بقعة ضوئية خضراء. لماذا؟ قلنا المرشحة الصفراء تسمح بمرور الأحمر والأخضر، لكن المرشحة الزرق السماوية اللون الأحمر ليس في تركيبها، فتحبس اللون الأحمر وتسمح فقط باللون الأخضر بالمرور. الحالة الثالثة، السماوي مع الأرجواني، يعني ضوء أبيض سلطناه على مرشحة ذات لون سماوي، سيمر، يعني إذا وضعنا السماوي سيمر الأخضر والأزرق. عندما نضيف مرشحة ثانية بلون أرجواني فإنها ستحبس لنا إحدى المركبتين وتسمح بالأزرق بالمرور، بمعنى ستحتجز اللون الأخضر، معذرة، هي ستحتجز اللون الأخضر لأنه لا يدخل في تركيبها، وتسمح بمرور فقط الضوء الذي يدخل في تركيبها وهو الأزرق الذي مر من المرشحتين الاثنتين. إذا سنرى الآن المرشحات الثلاث، يعني عند مطابقة المرشحات الثلاث، السماوي والمرشحة بالأرجواني ومرشحة بالأصفر. في هذه الحالة لا يصل إلى الشاشة أي ضوء، ورمزنا له برمز المجموعة الخالية، يعني لا يوجد أي ضوء يصل إلى الشاشة أو إلى عين المشاهد. إذا هذا في حالة استعمال مرشحات بألوان ثانوية. لنفسر، المرشح الضوئي ينثر أو ينقل لون الضوء المطابق للونه، ويمتص ألوان الضوء التي ليست من مركباته. المرشح الضوئي، أو الأمثلة أمامنا، المرشح الضوئي ماذا يفعل؟ المرشح الضوئي إذا عرفناه هو وسط شفاف ينتقل عبره الضوء، وبالتالي بما أنه ملون فإنه ينثر لون الضوء المطابق للونه، سواء كان بلون أساسي أو بلون ثانوي. إذا كان بلون أساسي يسمح بمرور لونه فقط ويمتص مركبتين، وإذا كان بلون ثانوي العكس، يمتص مركبة واحدة وينثر لون الناتج عن امتزاج لونين أساسيين. إذن قال في الاستنتاج، سجل المركبات الممتصة والمنثورة، ولا استنتج المنثورة في حالة التركيب الطرحي. إذن لون الضوء المسلط في حال استعمال مرشح بلون أساسي ومركبات الضوء الممتصة، يعني نستنتج ما هي المركبات الممتصة. إذن هنا نحن قلت نتكلم عن مرشح بلون أساسي، إذن فالضوء المسلط أو الوارد هو ضوء أبيض، ضوء مصباح أو ضوء الشمس، يسقط على مرشح بلون أساسي، مثلا مرشح بلون أحمر، فما هي المركبة الممتصة؟ هنا سيمر ضوء أحمر إلى الشاشة أو إلى عين المشاهد، مما يعني أن مركبتين أساسيتين لم يتم مرورهما من المرشح، وهما الأخضر والأزرق. إذن فالمركبات التي امتصها المرشح هي مركبتين، إذا كان المرشح بلون أساسي فإنه يمتص مركبتين
وينثر مركب ضوئي موافق للونه. الآن مرشح أخضر، نفس الشيء، نسلط عليه ضوء أبيض، سينفذ من المرشح اللون المطابق للون المرشح وهو الأخضر إلى العين أو إلى ما بعد المرشح، بما يعني أنه حاجز لنا أو امتص لنا مركبتين هما الأحمر والأزرق. نرى الحالة الثالثة، إذا كان المرشح بلون، معذرة هنا، أحمر أخضر، من المفروض يكون لدينا الأزرق وليس الأصفر، يكون لدينا الأزرق لأننا نتكلم على المرشحات بالألوان الأساسية. إذا نصلح هذا الخطأ ثم نواصل. إذا صلحنا الخطأ، استعملنا مرشح ذو لون أساسي الثالث وهو ذو اللون الأزرق. بما أن لونه أزرق فإنه ينثر لونه، يعني ينفذ اللون الأزرق إلى الشاشة أو إلى العين، مما يعني أنه احتجز أو امتص أو حبس لنا لونين وهما الأحمر والأخضر. الآن في حالة استعمال المرشحات الأساسية الثلاث الأساسية مع بعض، يعني نستعمل المرشح الزرقاء فإنها تمتص الأحمر والأخضر، نضيف لها الخضراء فإنها تمتص الأحمر والأزرق، نضيف لها الحمراء فإنها تمتص الأخضر والأزرق. ماذا ستكون المركبات الممتصة؟ ستمتص المركبات الثلاث، الأحمر الأخضر الأزرق. بمعنى في هذه الحالة، ما دام المركبات الثلاثة امتصت، يعني لم يسمح لها بالمرور، فماذا يصل إلى العين أو إلى الشاشة؟ أكيد لن يصل أي ضوء. إذا استعملنا المرشحات الأساسية الثلاث مع بعضها فإنها تمتص المركبات الثلاث، وبالتالي لن يمر الضوء إلى العين أو إلى الشاشة. نكمل مع المرشحات بالألوان الثانوية. إذا لدينا لون الضوء المسلط هو أبيض بطبيعة الحال، والمرشح المستعمل بلون ثانوي، ومركبة الضوء الممتصة. لنرى هنا المرشح الأول بلون أصفر، مرشح بلون ثانوي، لون أصفر. ماذا سيمتص لنا؟ سيمتص لنا مركبة واحدة، لأنه سينفذ لونان وهما الأحمر والأخضر، وبالتالي الممتصة هي الزرقاء. الآن المرشح الثاني بلون أزرق، بمعنى أزرق سماوي أقصد، بمعنى أن المرشح سينفذ منها لونين إلى الشاشة هما الأخضر والأزرق، فما هو المتص؟ هو الأحمر. ثم المرشحة الثالثة بلون ثانوي وهي ذات اللون الأرجواني، الأرجواني قلنا هو أحمر زائد أزرق، بمعنى سينفذ منها إلى العين أو إلى الشاشة الأحمر والأزرق، وبالتالي فالمركبة الممتصة هي الخضراء. إذن كذلك إذا طابقنا هذه المرشحات مع بعض، أصفر ثم سماوي ثم أرجواني، في هذه الحالة كذلك ستمتص المركبات الثلاث، الأزرق والأحمر والأخضر، بمعنى أنه لن يمر إلى الشاشة أو إلى عين المشاهد أي لون فيرى بقعة سوداء. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.